بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ الفيديو ده مفروض انه هيتحط في البلاي ليست بتاعت ستراكشر ميكانيكس 2 مدني اولى ترم الثاني، لكن هتحتاجوه في سويل تانية مدني ترم تاني. انا بقول الكلام ده للمستقبل، فتلاقوه في الاثنين في المادتين. هتكلم على المور سيركل اوف ستريس، هتكلم هي جت منين، هتكلم قبلها عن شويه حاجات ملهاش اي تلاته لازمه، واحنا قبل الميد ترم بيومين. انا عارف كل ده، يعني انا مش مهتم، ماليش دعوه انا بالكلام ده، علشان اكلمك. يعني احنا المفروض ان الفيديو ده تكميلي للبرنسبل ستريسز اللي هو اخر درس في الستراكشر ميكانكس 2. فكرة من مور سيركل انها graphical representation للستريسز at different planes. انا هنشوف الكلام ده معناه ايه. يعني الفكرة في الاول انا محتاج اعرف ان انا لو عندي element، يعني ايه element؟ يعني انا عندي كاميرا اهي ده كاميرا، صح؟ كاميرا دي ولا مش كاميرا؟ الكاميرا دي انا هاجي عند نقطة، دي نقطة، ماشي؟ النقطة دي هتخيل ان هي element. فاكر احنا كان كل حاجة في حياتنا بناخد element، ان انت المفروض عملت كده كتير مثلا في الهايدرو او في الفلويد لحد ما زهقت، تاخد إليمنت على جنب. فاكر باسكال لو مثلا؟ مهم ان انا خدت الإليمنت ده. هذا الإليمنت الموجود في مكان ما على الكاميرا عليه جنرال سيستم اوف ستريسز، اوف ستريسز يعني الراجل ده عليه احمال معينة او ستريسز معينة جنرال، ان جنرال يعني انا بتكلم بشكل عام، هو المفروض عليه نورمال ستريسز وشير ستريسز، تمام؟ في ان جنرال هتلاقي ان عليه مثلا سي ان هو عليه اف 1 مثلا كده واف 2 كده، ممكن اقول اف اكس واف واي، مفيش اي حد، محدش بص النوتيشنز، مفيش اكتر منها، محدش ليه عندك حاجه. ممكن يبقى في عندي شير ستريس بهذا الشكل، ممكن نديله لون عشان يبقى اوضح. في عندي شير ستريس مثلا كده تاو، في عندي برضو شير ستريس اللي هو كومبلمنتري شير اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو هيبقى تاوي تاو من ناحيتين. عظيم. ده كده ان جنرال لو انا قطعت اليمنت وخدته على جنب، دي الاستريسز اللي هتظهر. فاكر انت الفري بودي دايجرام لما بقطع، يعني لو انا عندي ايا كان الحاجه، يعني ده حتى لما كنت بقول لك عندي كاميرا هنا وبقطعها، صح؟ بقطعها بيطلع لي فورسز، صح؟ نورمال شير مومنت. فبنفس المنطق لو انا خدت اليمنت وخدته كده على جنب فري بودي دايجرام، هيظهر لي التلات حاجات دول، نورمال في اتجاه اكس مثلا، نورمال في اتجاه واي، وشير. ده بشكل عام، شكل عام. انا بس عايز اوريها لك دلوقتي علشان قدام ما تتخضش او تقول ما حدش قال لي او مش عارف ايه. في الثري دايمنشن هذا هو الشكل بتاع الاليمنت بتاعك. عندي تلاتة فيسز، او يعني ستة فيسز، اسف، تلاتة اتجاهات، يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3، او ممكن تبقى اكس واي زد. خلي بالك زي ما قلت لك النوتيشنز مفيش اكتر منها، انا بس دلوقتي عايز اوري لك بشكل عام بس هو الموضوع بيبقى فيه ايه. خلي بالك هتلاقي سيجما 1-1، سيجما 2-2، سيجما 3-3. ده كده اسمه تنسور نوتيشن، ماشي؟ تعال نكتبها لك، ده اسمه تنسور نوتيشن. لو انت ما لاحظتش ده ملوش دعوه بالمنهج، لا استراكشر ولا سويل حتى الان، يعني زي ما قلت لك هبدا براحتي. تنسور نوتيشن ده يا سيتي فيكتور بس في ابعاد اعلى. من الاخر الاستريسز دي اقدر اعبر عنها بماتريكس، ماشي؟ ماتريكس كده، سيجما 1-1، سيجما 2-2، سيجما 3-3، وهكذا بقى. ايه تقول؟ سيجما 1-2، سيجما 1-3، سيجما 2-1، سيجما 3-1، سيجما 3-2، دي سيجما 2-3. بدل السيجما انت هتلاقينا بدل ما بنقول سيجما على الحاجات اللي في الجنب دول هنقول تاو، لان دولا عبارة عن شير، ما عدا الحاجات اللي في النص دول فالباقي شير. يعني انت هتلاقيني بقول لك دول تاو كده، دي كده كأنها ماتريكس. انا كده بعبر من الاخر
ممكن اللير تانية كده علشان اعرف اعلم براحتي. دول كده النورمال ستريسز بتوعي، والباقي شير ستريس اللي هما بنفس المنطقة اهو. دي كده سيجما واحد واحد، انا عايز لون يبقى واضح. دي سيجما واحد واحد اهي، سيجما تلاتة تلاتة، وسيجما اتنين اتنين. دولا كده النورمال فورسز، والباقي شير. هو رسم لك الشير باتجاه مش واضح كده، هي هي لو كان جالك ورسم لك الشير كده يعني على يعني فاهم انت اهي اهي مثلا يعني. واخد بالك يعني هي هي ده السطح، انا ببص بس مثلا ايه في اسقاط 2 دايمنشنال، هي هياها لما جيت عملت لك كده وقلت لك في شير هنا كده وشير كده والعكس صح، قلت لك في فورسز ده انت عارفه، ده معروف من قبل كده، مش جاي اكلمك في ده كفكره. اديني وريتك حاجه اسمها تنسور نوتيشن، هتدعي لي قدام لو انت اتعودت بس على الشكل، بس اتعود دلوقتي بس اعرف ان ده موجود. طيب ايه الفكرة، ايه الفكرة من الهري ده كله، احنا عايزين نعمل ايه، وهنخش امتى في المنهج، وفين مور سايكل، ولا هو انت فين، ولا مين ايه ده. بص يا سيدي، ايه الهدف، ايه الهدف من كل ده؟ هدف من كل ده ان انا اعرف الكاميرا او ايا كان بقى الحاجه، مش لازم الكاميرا، ايا كان حتى السويل، ايه الحاجه اللي عندي دي عليها ستريس معين. هتكلم على، شفت الماتريكس اللي انا اتكلمت اللي انا كنت حاططها لك، حاجه اسمها الستريس ستيت، تعال نقول عليها كده. ايه الستريس ستيت؟ من الاخر الاليمنت اللي انا خدته على جنب ده عليه نورمال فورس مثلا كده، وعليه شيرينج فورس بهذا الشكل، فده كده اسمه ستريس ستيت. انا عايز اعرف الستريس ستيت اللي على الاليمنت. طيب عظيم. طب ايه بقى يعني، هل ده مستاهل كل الهري ده؟ مش بس كده الفكره، ان انا دلوقتي لما جيت وعندي كاميرا والموضوع لطيف جدا، قلت لك انا هاخد نقطه صح، فدي النقطه بتاعتي. انا لما طلعتها لك افترضت ان هي مستطيل، ادى الهوريزونتال بتاعي وادى الفيرتيكال بتاعي، انا افترضته كده وافترضت القوة عليه اكس وواي كده، ودي اقدر احسبها من بره يعني، اقدر احسب نورمال والشير بالشكل ده كده بشكل بسيط. طب افرض ان الاليمنت بتاعي كان لافف بزاوية ما اسمها ثيتا كده مثلا، انا اصلا ما هي كده كده دي نقطة يا فندم، وانا كبرتها وفرضت ان ده element. او فاكر انت في الفلويد هتفتكرني وانا بثبت القانون، عشان كده اثباتات القانون حلوة مهمة، بتلاقيها بتسمع في باقي اثباتات القوانين التانية. ما علينا. فاكر كان عندي كده في ساعات فرضت انا ايه، ان element بتاعي عبارة عن مثلث كده، او اني قاطع في element كده بزاوية ثيتا، حلو كده، ودا الاسترسز اللي كانت عندي، لكن المرة دي النورمال استرس على هذا البلين تمام ميلة تمام. فدي دي الفكرة، فكرة انها دلوقتي النورمال فورس او النورمال استرس دلوقتي ميلة بهذا الشكل. فاذا محتاج اعرف، انا عايز اعرف الاف ثيتا دي، انا عايز اعرفها، ولو في كيو ثيتا محتاج اعرف برضو كيو ثيتا دي، عايز اعرف، انا محتاج اعرف ايه ده، هو المفروض ده يبقى عامل ازاي صح. يبقى هي دي الفكره، هو ده اللي انا عايز اعرفه، هو الاف سيتا وكيو سيتا دي عاملين ازاي للسيتا العامه. لان ده معناه ايه عشان نبقى فاهمين، ده معناه ان انا تخيل عندك يعني عند الاليمنت ده او عند النقطه دي، انت هتقعد تحسب لكل بلين، يعني النقطة دي برضو نكبرها نقول ان دي النقطة اهي ماشي، لكل بلين من اول هوريزونتال وفيرتيكال واي حاجة تانية ما بينهم باي زاوية ثيتا تتخيلها، كل بلين من دول هتحسب النورمال والشير عليه ماشي. هي دي الفكرة،
انا بحسب نورمال وشير على كل البلينز، او بشكل عام لاي بلين الزاويه بتاعت ميله مع الهوريزونتال او مع الفيرتيكال على حسب ما هعرفها. خلي بالك النوتيشنز والمعادله، بص الموضوع مفكوك جدا، انا بس مهم افهم الكونسبت. بعدين وانت بتعمل المعادله اعملها زي ما تعملها انت، حتى هتلاقي الدكتور مثلا هتلاقي بيعمل الزاويه مع الافقي والكتاب مع الراسي او العكس، يعني مش فارقه. المهم عندي ان انا لكل بلين من دول هقدر اجيب نورمال وشير ستريس، ماشي؟ يبقى ده الهدف بتاعنا دلوقتي. يبقى في هذه اللحظه من الزمن انا دلوقتي عامل معاك ايه دلوقتي حالا؟ انا بقول لك لو انا اديتك بلين جنرال كده هذا الشكل بزاويه سيتا، هنعرف السيتا، هنشوف هنعرفها من اي اتجاه. انا عايز اف سيتا وكيو سيتا، عايزك تجيبهم لي. لو انا عارف اف اكس واف واي مثلا سي، وعارف كيو اكس واي لان انا عارف ان كيو اكس هتساوي كيو واي، كيو اكس هتساوي كيو واي، او ممكن نقول عليها كيو اكس واي ايا كان. طيب في الفيديو ده انا همشيها معاك، او همشي اثبات القانون ده بنفس خطوات الدخخني او بنفس الساين كونفينشنز وفروض الدخخني، علشان هو قدامي. انا مش هقعد مش هديرايف انا بنفسي دلوقتي الكلام ده، الكلام موجود في الكتاب، فهمشي معاك نفس الموجود في الكتاب. تقدر ترجع له صفحه كده تقريبا اول 405. اللي هيحصل كالاتي، ادي الاليمنت اللي عندي اللي انا قطعته كده اهو، انا عندي انكلايند بلين، ده الاليمنت اللي انا فرضته وقطعته وخدت فري بودي دايجرام عليه. لما قلنا فري بودي دايجرام، ايه الحاله العامه للستريسز؟ ايه الحاله العامه؟ الحاله العامه ان انا هلاقي كده حاجه اسمها اف ثيتا، صح؟ هلاقي كده حاجه اسمها كيو ثيتا، صح؟ هلاقي كده حاجه اسمها اف واي، الاقي كده حاجه اسمها اف اكس، بعدين هلاقي بهذا الشكل كيو اكس واي، صح؟ ليه كيو اكس وكيو واي او كيو ايا كان، ده الفرض بتاعي. وهو هنا فرض الزاويه ثيتا فوق، ممكن افرضها من تحت لا تفرق، ماشي؟ مش فارقه حاجه خالص، مش هتفرق. وخلي بالك انا فارض حاجه هنا، انا فارض الساين كونفينشنز، ماشي؟ انا فارض الزاويه اولا الاسامبشنز اهو، اولا الزاويه ثيتا مع الراسي، ثانيا تنشن بوزيتيف، هتلاقي انك في السول بتفرض العكس، ثالث فرض ان ده البوزيتيف شير اللي هو شمال وطلع ويمين ونزل، او كلوك وايز شير. ده كنوتيشن لو انت بتسمع في البلاي ليست بتاعت الاستراكشر، هتبقى اول مره اظن تسمع كلمه كلوك وايز شير. لو انت تسمعها من السويل يبقى انت سمعت دي في المحاضره. خلي بالك فرض 2 و 3 دول الاثنين عكس اللي احنا هنعمله في السويل، بس ده مش فارق معايا، انا بجيب القانون الاول بعدين نبقى نتفاهم في يعني نتفاهم في الاخر. المهم ادى الفورسز اللي عندي. طب وانا اتصرف ازاي؟ والله حلل الكلام ده. طب نحلله ازاي ولا ايه؟ الهري ده يتجاب ازاي ولا ايه؟ احنا نتصرف ازاي؟ لو قلت ان ده المفروض ان ده بلين، يعني لو جينا نتخيل ان دي اصلا كده، ماشي؟ الاليمنت بتاعي كانه بريزم كده، ودي كده اريا، صح؟ تعال نقول عليها على هذه الاريا، تعال نقول عليها دي ايه، دي كده الاريا دي اسمها دي ايه اللي هي دي، اليمنت صغير بقى فكله دي، فدي هتبقى دي ايه مضروبة في ساين، دي هتبقى دي ايه كوزاين. تحلل الفورسز، سيجما فورسز في اتجاه اكس يساوي زيرو، سيجما فورسز في اتجاه الواي يساوي زيرو.
انت متخيل ان انا كنت هعمل شقلباظ وعمال اقول لك هثبت قانون هم سيجما اكس وسيجما واي. حلو كده، سيجما اكس وسيجما واي هتبدأ تقول بقى ايه، اف ثيتا في دي ايه كوزاين. عرفت منين ان هي كوزاين؟ هلاقي ان انا الزاوية دي كده، تعالى تعالى نعملها على جنب، هذا الرأسي وهذا المايل، فالزاوية دي اسمها ثيتا، دي لا دي اسمها ثيتا، فاذا الزاوية دي كده اسمها ثيتا. شفت انت التحليلة السريعة دي؟ فاذا اف ثيتا دي هتتضرب في كوزاين ثيتا مضروبة في دي ايه طبعا، انا بعمل فورسز والافات دي ستريس. انا بقول عليها سيجما مثلا في السويل، اقول عليها سيجما واحد وسيجما ثلاثة مالكش دعوة، مالكش فيه ستريس اف او سيجما او ان كان. اف في دي ايه كوزاين ثيتا، طبعا فرض الاتجاه البوستيف كده مثلا، ده بوستيف اكس ده بوستيف واي، عشان يبقى خلاص كده مفيش حاجة تاني. ماشي، هعمل نفس الكلام، ناقص اف اكس، اف اكس مضروب في دي ايه كوزاين. ماشي، بعدين الكيو هات، في عندي كيو اهي تمام، زائد كيو اكس واي مضروبة في دي ايه ساين، صح، لان الشير بيأثر على الاريا دي، يعني الشير دون بيأثر على الاريا الموازية ليها، دي ايه ساين ثيتا. بعدين هلاقي ان انا عندي برضو كيو ثيتا دي ليه مركبة، فاقول زائد كيو ثيتا مضروب في دي ايه ساين ثيتا ساوي زيرو. ده في اتجاه اكس. في اتجاه واي بنفس الطريقة هيبقى اف ثيتا في دي ايه ساين ناقص اف واي في دي ايه ساين، بعدين هيبقى زائد كيو اكس واي دي ايه كوزاين، بعدين هيبقى ناقص كيو ثيتا مضروب في دي ايه كوزاين ساوي زيرو. سيجما اكس وسيجما واي ما فهمش حاجه، معلش انا حللت لك بس الاثنين دول وضربت كل ستريس في الاريا، فورس ايكوال ستريس في اريا، مفيش حاجه تاني. ماشي، مفيش حاجه تاني. طيب هتقعد بقى تهندم هذه المعادلتين ان هما ايه صعبين دلوقتي في هذا الشكل، هتهندمهم. هطلع انا ايه المجاهيل اللي عندي او ايه اللي انا عايز اجيبه، انا محتاج ايه اصلا من الهلومه دي؟ انا محتاج اجيب اف ثيتا وكيو ثيتا اللي هما نورمال وشير ستريس على بلين بزاويه ثيتا عامه، بحيث ان انا لو حطيت الثيتا هيطلع لي الاف والكيو. فاذا انا بعد ما هتشقلب في المعادلتين اللي هما دول، المعادلتين دول باستعمالهم كده هتشقلب. ماشي، هطلع بايه؟ خلينا نمسحهم تاني. هطلع بقانون للاف ثيتا وهطلع بقانون للكيو ثيتا. حلو كده، اف ثيتا هلاقيها بتساوي اف اكس زائد اف واي على الاثنين. ماشي، زائد اف اكس ناقص اف واي على الاثنين اهو مضروبه في كوزاين 2 ثيتا ناقص كيو اكس واي ساين 2 ثيتا. ماشي، بعدين الشير هلاقيه بيساوي اف اكس ناقص اف واي على الاثنين مضروب في ساين 2 ثيتا زائد كيو اكس واي كوزاين 2 ثيتا. دي المعادلات اللي انا جبتها من سيجما اكس وسيجما واي، هلعب في الفورمولا هطلع ايه المجاهيل اللي انا كنت عايزها. ما هو انا كنت عايز اجيب اف ثيتا وكيو ثيتا، جبت لهم معادلات. يبقى انا دلوقتي لو عارف يعني لو انا عارف الانيشال كونديشنز سي او
عارف الستريس ستيت سي للهوريزونتال بلين عند نقطة معينة، يعني لو انا عندي كاميرا بهذا الشكل مثلا سي وعندي النقطة دي، انا عارف الستريسز على الهوريزونتال عارف اف اكس، وعارف الاستريس على الفيرتيكال عارف اف واي، وعارف الشير اللي هو هنا عارف كيو. لو انا عارف دول وعايز اجيب الاستريسز النورمال والشير على اي بلين مايل هعرف اجيبه. حلو كده. طيب وايه لازمتها؟ يعني لازمتها هنعرفها قدام واحنا ماشيين برضو، خصوصا مثلا في محاضرة السويل. بس تعال اقولك على حاجة سريعة كده. لو انا عندي خزان، حلو كده، سي يعني انا عندي خزان والخزان ده عبارة عن شيت حديد وهيتلحم، يعني او يعني ايا كان اسطوانة، سيبك من خزان، تعال نقول ان عندي اسطوانة انا اعملها، اصلا الاسطوانة دي اصلها شيت حديد وانا بلفه، فالشيت الحديد اللي هيتلف ده هيتلحم. انا عايز اعرف هل الحمه بشكل رأسي كده ولا الحمو داير داير مثلا، عشان ممكن الحم كده. طب الحم ازاي؟ طب انت ايه رايك؟ طب انا عارف ان اللحام وحش في التنشن، يبقى انا محتاج سي مثلا ان انا اجي هنا على البليت ده اشوف التنسايل فورسز هنا بكام، صح، او التنسايل ستريس، واشوفه بالنسبه للراسي اشوف انهي هتصرف ازاي، او اشوف الفيلير بلين. لان سي مثلا لو انا عندي ماده ضعيفه في الشد ايا كانت ولقيت ان هي يعني انت الخرسانه مثلا، الخرسانه او ايا كان، بتلاقي ان انت عندك في فيلير مثلا وفي التربه برضو بتلاقي ان في فيلير مايل بزاويه كده. ليه مايل بزاويه؟ ليه الفيلير ما بيبقاش كده قطع او قطع كده؟ ليه الفيلير بزاويه؟ عشان ستريسز هو حصل له فيلير كده، فانا محتاج اعرف ده ايه. فاهم انت الفكره؟ يعني تطبيقها مهم جدا. يعني الحياه بالنسبه لك هنا مش هوريزونتال وفيرتيكال بس، هو ده اللي انا عايز اقوله لك من الكلمتين اللي فاتوا. من هنا هتلاقينا بدانا كونسبت جديد اسمه البرنسبل ستريس. ايه هو البرنسبل ستريس؟ البرنسبل ستريس فكرته هي، خلاص انا معايا دلوقتي القانون العام، فانا عايز الماكسيمم نورمال ستريس، لان حاله زي حالتنا بتاعت اللحام دي انا عايز اعرف اقصى تنشن او اقصى تنسايل ستريس هتصرف ازاي. وانا لما احب اجيب ماكسيمم بعمل ايه؟ بفاضل واساوي بصفر. شكرا، جبت القانون بتاع البرنسبل. وعند هذه عند هذا القانون هلاقي ان تان 2 ثيتا بيساوي سالب 2 كيو على اف اكس ناقص اف واي. خلي بالك لو انت فارض افتراضات غير دي هتلاقي القانون ده مختلف، ماليش دعوه، امشي مع فروضك ووحد الموضوع بالنسبه لك. عايزك من الفيديو ده تفهم الكونسبت بس. اقدر من هنا البرنسبل ستريس اللي هما قيمتين، واحده ماكسيمم واحده مينيمم، هلاقي ان الشير عندهم بصفر، ان كيو ثيتا هتبقى بصفر عند البرنسبل ستريس. هيبقى عندي اف ماكسيمم اللي هي اف 1 وعندي اف مينيمم اللي هو الميجر والماينور ستريسز، واحده كبيره وواحده صغيره. انا مش هكتب لك القانون هنا، قانون موجود، لان انا مش مهتم بالقانون. انا اصل الفيديو ايه؟ ايه اصل الفيديو؟ افتكر معايا كده. والله اصل الفيديو ان انا كنت عايز اقول لك مور السايكل، فتعالى ناخد مور السايكل. انت خلاص خدت، انا اصلا اول ما وصلت هنا يبقى انا خلاص انا كده نقدر نخش في مور. طب يا ومال، تعالى نشيل الحبه دول، بس اوعى تنسى الاسامبشنز، يعني انا شلتهم لك بس اوعى تنساهم، خليهم جواك واطلع بدول كده ماشي. واصحى معايا، انا عندي معادلتين دول، في واحده كوزاين وساين وكوزاين وساين كده صح. لو انا حبيت اشيل الكوزاينات والساينات، لو حبيت اشيل السيتا دي هتصرف ازاي؟ هعمل لدي سكوير، هعمل لدي سكوير وهجمعهم.
بيزك جدا ما فيهاش حاجه. هلاقي اني عندي بعد ما هعمل هذه الحركه هلاقي ان عندي اف ثيتا ناقص اف اكس زائد اف واي على الاثنين سكوير. انا قصدي اكتب المعادله مش عشان اعقدك بس علشان اقول لك هي جت منين عشان تصدقني، عشان انت مش بتصدقني على فكره. انت لو بتصدقني على طول ما كنتش اضطرتني لكل ده، صح ولا ايه؟ اي عم ادي المعادله كيو اكس واي مش كيو على اكس واي، انا ده عشان بس ما تقوليش حاجه دي كده كيو اكس واي دي المعادله. لو انا عملت ده سكوير زائد ده سكوير هيطلع لي هذه المعادله. طيب لو انا قلت على ده ايه كده شلته وقلت ان ده اسمه ايه وقلت على ده كده بي، صح؟ او مش ده بس، تعال نقول تعال اقول على ده كده ايه، تعال اقول على جذر دولن ماشي سكوير روت دون بي. ارقام كتير، الارقام دي ثابته صح، اف اكس واف واي وكيو دول معايا اصلا، يعني انا اصلا انا الانبوت بتاعي كان اف اكس واف واي وكيو بتاعتهم وعايز اف ثيتا وكيو ثيتا صح طبعا، والانبوت ثيتا طبعا. فدلوقتي بما ان دول كلهم كونستانتس فتعال نشيلهم بهذا المنظر، هيطلع لي معادلة اسمها اف ثيتا ناقص اي سكوير زائد كيو ثيتا سكوير هيساوي بي سكوير. ايه دي؟ ما هذا؟ ما هذه المعادلة؟ دي معادلة فيها اف ثيتا وكيو ثيتا صح؟ يعني ممكن اقول على ده اكس وده واي صح؟ انا حر انا اقول على ده اكس وده واي. انا ممكن اقول لك اكس ناقص اي سكوير زائد واي سكوير يساوي بي سكوير. ها افتكرتني ولا لا؟ ارجع بالذكريات لماث 2، ماث 2 اللي هو ماث 3 بس احنا خدناه ماث 2 هو ده بتاع التريبل انتجريشن، فاكره ولا انا مش فاكره؟ دي يا سيدي معادلة الدايره. شكرا وصلنا مور، دي كده معادله دايره، الدايره دي اسمها مور بس كده شكرا بس يعني كل اللف والدوران دون علشان اوصل معاك لهنا، فدي الدايره دي اسمها دائره مور. طيب فاكر انت معادله الدايره؟ طيب اكس ماينس اي دون معناها يعني لما هاجي ارسم الدايره دلوقتي تعال نتخيلها بس قبل ما ارسمها لك عدل. اول حاجه تعال نشوف السنتر، السنتر فين؟ فاكر انت الشكل العام كان اكس ناقص مثلا اي سكوير زائد واي ماينس سي سكوير مثلا بيساوي ار سكوير، ده كان الشكل العام بتاع الدايره صح؟ فاذا هتلاقي ان السنتر بتاعها اي وسي مثلا هنا والريديوس هيساوي ار. بنفس المنطق ممكن احاول اعمل حاجه زي كده صح؟ انا اقدر اعرف ان السنتر بتاع الدايره بتاعتي هيبقى اي وزيرو. طب ايه كانت بتساوي ايه؟ متوسط الاستريسز اللي هي دي. فاذا انا هاجي هنا على مسافه اسمها متوسط الاستريسز ايه؟ مسافه ايه؟ وهحط النقطه واي مفيش عندها حاجه في زيرو والريديوس هيبقى ده اللي هو جذر اف اكس ناقص اف واي على الاثنين زائد الكيو سكوير، ده كده الريديوس. اذا انا هاخد مسافه كده افتح البرجل مسافه قيمتها بي وهلف دايره بس، هي دي مور السايكل، يعني ده الفكره بتاعتها ماشي. تعال نمسح بقى كل الهري ده واكتبه لك على النظافه. يبقى اول حاجه وي وونت احنا عايزين ايه؟ اف ثيتا اند كيو ثيتا فور اني ثيتا، ده اللي احنا عايزينه ماشي.
لعبنا في المعادلات كتير جدا لحد ما وصلنا لفورم كده اسمه اف ثيتا ناقص اي سكوير صح زائد كيو ثيتا سكوير هيساوي بي سكوير ماشي حيث ان اي بيساوي اف اكس زائد اف واي على الاثنين وبي بيساوي جذر اف اكس ناقص اف واي على الاثنين سكوير صح زائد كيو سكوير كل ده تحت الجذر احنا وصلنا هنا الحمد لله الف مبروك ايه بقى قلنا ان دي كده معادلة دايرة تعال نكتبها بالعربي معادلة دائرة شكرا تعال نرسم هذه الدايرة شيء بسيط جدا تعال نقول نحط الاول لاين البرنامج ده مش بيرسم دوائر فدي من الحاجات اللي مخوفاني بس انا هحاول اتحايل على هذا الموضوع تسألونيش ازاي علشان انا لسه هجرب بس لو نفعت بقى ايه يلا انتظروا لحظة واحدة او ما تنتظروش استنى تسألنيش عملتها ازاي عشان مش عارف كنا بنعمل ايه بقى ادي يا عم الدائرة صوت صوت يا عم دايره اهي دايره وماله هذا بتاع اللي هنكتب عليها انا زي ما قلت لك انا هقول لك ان الواي اكسس هو كيو والاكس اكسس هو الاف زي ما قلت لك القيمه دي تنشن والقيمه دي كلوك وايز يعني الناحيه الموجب يعني ده البوزيتيف وده البوزيتيف يعني زي ما قلت لك انا عشان اعرف ارسم دي انا عارف مكان الراديوس المسافة دي اسمها ايه ديا كده دي كده مسافة اسمها ايه صح وده كده الراديوس اسمه بي طيب معناه ايه بقى معناه ايه انت قاعد نص ساعة بني ادم قاعد مالكش دعوة بالمنهج طيب معناه ايه الكلام ده ارجع للكلمتين دول احنا عايزين اف ثيتا وكيو ثيتا لأي ثيتا انا عايز النورمال والشير ستريس على اي بلين مايل باي زاويه هو ده البريمس هو ده اللي انا طالبه ماشي قعدت العب في المعادلات لقيت ان النورمال والشير ستريس المايلين باي زاويه بينهم علاقه اهي والعلاقه دي علاقه دايره فاذا ده معناه ان كل نقطه على الدايره دي اهي كل نقطة على هذه الدايرة بتمثل لي اف ثيتا وكيو ثيتا صح او بشكل اخر كل نقطة على الدايرة دي بيديني النورمال والشير ستريس لثيتا معينة لثيتا ما لان العلاقة بينهم هي يبقى من الاخر كل نقطة من النقط دي بتقول لي نورمال وشير ستريس لمكعب يا اما مكعب هوريزونتال يا اما مكعب مايل كده يا اما مكعب مايل كده مايل زي ما يميل هي دي الفكرة ماشي يبقى هي دي اول لقطة طيب لو انا معايا اصلا اف اكس واف واي وكيو اكس واي صح اقدر احط اف اكس صح اقدر اجي مثلا اقول ان تعال اول نخلي ان السنتر موجود هنا تعال اقول ان هنا هتلاقي ان انا لو جيت احط اف اكس وكيو اكس واي هتلاقيني هنا هتلاقيني هنا في هذه النقطه يبقى النقطه دي اف اكس وكيو اكس واي على الدايرة خلاص انا عرفت من الاتنين دول عرفت الاي والبي فهعرف ارسم الدايرة لو جيت انقط نقطة هتلاقي ان دي النقطة اف اكس وكيو اكس واي تعال بقى من هنا انا عمال اقول لك بروبرتيز بتاعة الدايرة دي الدايرة دي هو من الاخر انت كده حليت
تمام؟ انت حليت دولا فور اني ثيتا، يعني الدائرة دي هي حل هي حل المشكلة دي. الحل التاني الاناليتيكال، ان انت كان عندك قانون لإف ثيتا وقانون لكيو ثيتا كانوا طوال كده ومسحتهم انا، كنت انت هتقعد تعوض بالثيتا كل مرة تحتاج، انما دي لا انا مش هعوض بالثيتا، انا هخش على الدائرة واشوف انا رسمت الدائرة خلاص. يبقى كل نقطة من دول هي حل من حلول هذه المشكلة. هعمل ايه بقى؟ فين انت ايه؟ ايه الكلام؟ هتلاقي ان انا لو وصلت تمام كل اللي جاي ده هي عبارة عن بروبرتيز تسهل عليك بقى التعامل مع هذه المور سايكل. لما تيجي تفكر فيها هتلاقيها منطقية جدا. هتلاقي انها لو عملت كده ده كده ايه؟ ده ديامتر صح؟ لانه مر بالسنتر. هتلاقي ان الديامتر دون النقطة التانية اللي هناك دي هتلاقيها اف واي ها وكيو اكس واي، هتلاقيهم الاتنين موجودين على ديامتر. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نفكر فيه، لان دي لقطة حلوة. لو انا عندي ده كده ماشي، انا عندي ده البلين اكس وده البلين واي، او يعني ده اللي عليه اف اكس وده اللي عليه اف واي صح؟ الزاوية بينهم 90 صح؟ او تعال نقول كده، تعال نقولها كده، تعال نقول ماشي، انا كان الشكل العام بتاعي كده صح؟ ان انا بادئ من الرأسي ماشي، لفيت زاوية سيتا كده صح؟ لو الزاوية سيتا دي بقت 90 صح؟ هيبقى ده كده البلين اللي عليه اف اكس وده كده البلين اللي عليه اف واي صح؟ او بالعكس يعني تنشن، خليهم تنشن ما تزعلش نفسك. يبقى الزاوية بينهم 90، الثيتا ب90 صح؟ بينهم يعني لو انا عارف واحد منهم الزاوية بينهم 90 من الاخر، ان الزاوية بينهم 90. هتلاقي بقى ايه؟ ان انا اللقطة بقى الفظيعة، هتلاقي ان انا لفيت تمام؟ يعني لو انا واخد ارم ماشي؟ لو انا واخد ارم يعني واخد كده خط كده من هنا لهنا، انا بادئ من اف اكس اهو، هتلاقيني لفيت 180 درجة 2 ثيتا عشان اوصل للنقطة التانية هنا. شايف انت السهم ده او الخط ده؟ هتلاقيه لف 2 ثيتا، يعني الخط البنفسجي ده هتلاقيه لف كده لف كده لف كده لحد ما وصل هنا 2 ثيتا. التسعين لف 180، وهكذا الحال مع اي حاجة تانية، مع اي بلين تاني. يعني ايه الكلام ده؟ اذا كان التسعين لفت 180 يبقى الثيتا لف 2 ثيتا. دي معلومة مهمة جدا انا هقدر استخدمها. هستخدمها ازاي؟ هستخدمها في كده، ان انا لو قلت لك ان انا اصلا الشكل الاساسي للإليمنت بتاعي كان كده صح؟ اف اكس اف واي صح؟ تعال نعمل الاثنين الناحية التانية، وكان اهو كيو صح؟ ده كده الاليمنت الاساسي. لو انا فرضت ماشي ان انا هلف من البلين اللي عليه اف اكس، ها هلف من البلين اللي عليه اف اكس زاوية اسمها ثيتا، فاذا هيبقى عندي مستطيل عامل كده، هيبقى هنا عندي حاجة اسمها اف واحد وهنا عندي حاجة اسمها اف اتنين صح؟ هلف على الدايرة، سي ان انا هوصل لحد هنا مثلا، هلف على الدايرة زاوية 2 ثيتا. يعني انا لفيت كده ده كان المسار بتاعي، لفيت 2 ثيتا مع ان المكعب بره كان لف في ثيتا.
ودي من الخصائص بتاعت هذه المور سيركل، خصائص الجميلة، حاجات اللهم صل على النبي. يبقى انا من الاخر لو انا معايا ثيتا مثلا وعايز الاف ثيتا وكيو ثيتا، ابتدي من النقطة دي مثلا ولف الثيتا بتاعتك سواء الناحية دي او الناحية دي براحتك. يعني لو انا معايا زاوية ميل الاليمنت او زاوية ميل البلين اللي انا عايز احسب عنده نورمال وشير ستريس، هعرف اجيبه لان انا هبتدي من النقطة دي واقوم لافف 2 ثيتا وشكرا بس كده. بقى بدل ما كنت هعوض هناك ومش عارف ايه، لا ده انا هلف وهاجي هنا قطعته مثلا في القيمة دي، دي قيمة اف واحد صح؟ قيمة اف واحد اهي لان هي دي اللي موازية لاف اكس، او هنا كان في اف اكس فالناحية دي هيبقى في اف وان فده اف واحد. عايز اجيب اف اتنين، اف اتنين بينهم 90 يبقى هلف 180 صح؟ هلاقي هنا يعني هلف كده مع الدايرة 180 هلاقي ان هنا اف اتنين هما على هذا الاكس، يعني ممكن احطه لك يعني هما هنا دي ارفع بهذا التعريف. اف واحد بتاعتي دي اسمها ميجور واف اتنين اسمها ماينور برينسيبال ستريس، والبرينسيبال ستريس زي ما انت شايف من الدايرة دي اف واحد الكوردينتس بتاعتها اف واحد وزيرو، اف اتنين الكوردينتس اف اتنين وزيرو صح؟ يبقى الشير عندهم بصفر بس، هي دي الفكرة. يبقى دول لما هاجي ارسمهم هيبقى بلين مايل بهذا الشكل، الزاوية دي زي ما قلنا عاملة كده ثيتا، وده كده عامل كده اف اتنين ودي اف واحد لان كيوب صفر بس، ده كده الاليمنت. وايا كان بقى الاليمنت مش لازم البرنسبل ستريسز، اي ثيتا تخطر في بالك تقدر تعمل فيها الحركة دي. في حركة ابسط من كده، في نقطة على هذه الدايرة اسمها البول. الكلام ده اتقال بقى في السويل، احنا بدأنا نخش في حاجة السويل، هو مش هشرح سويل في الفيديو ده، انا بشرح مور، دايرة مور. سويل نرجع هناك نبقى نتكلم في السويل، هعمل له فيديو. عندي نقطة اسمها البول، ايه البول دي؟ البول نقطة، شفت انت البلين دون؟ البلين اللي عليه اف واحد عامل كده صح؟ دي نقطة ما موجودة هنا على الدايرة، لو انا بدأت منها وفضلت ماشي خط موازي للبلين اللي انا عايزه او البلين اللي انا عايز اجيب اف واحد بتاعته، هقطع الدايرة عند قيمة اف واحد. ازاي الكلام ده؟ ورينا، تعالى يا عم نشوف، بس نجيبها بالراجع. نقطة لو انا ماشي موازي للبلين هقابلها وهقابل الفورس التاني او الفورس اللي على البلين. طيب البلين سي اللي عليه اف اكس بلين رأسي صح؟ بلين رأسي. طب يبقى اقدر من اف اكس انزل خط رأسي صح؟ تعرف ولا لا؟ تعرف ايه المشكلة؟ انزل يا عم خط رأسي يا عم، متخليش حد يضايقك. هتلاقيني نزلت قطعت مور سيركل في هذه النقطة اللي انا اقول عليها البول. فكرة من البول بقى، سي ان انا مش معايا الستريسز اف واي اللي على ده، يعني سي انا عندي اهو الاليمنت، انا ما عنديش بتاعت اف واي، انا ما عنديش اف واي دي، انا عايز اجيب اف واي دي، انا عايز اجيب القيمة دي، مش معايا، هجيبها ازاي؟ البلين بتاعها هوريزونتال صح؟ يبقى هاجي من نقطة البول ها وهمشي خط هوريزونتال. بص اللي هيحصل، هاجي من البول وهمشي خط هوريزونتال. بص قطعت فين، بص قطعت فين، قطعت عند اف واي، شفت كده؟ يبقى هي دي فكرة البول. يبقى من الاخر اصلا لو انا معايا بلين، لو انا معايا اليمنت عام كده اهو، اليمنت اهو، نعمل له ايه؟ نقول له لا، يعني اليمنت كده وانا عايز اف دي وكيو دي مثلا،
اف ثيتا وكيو ثيتا. شايف انت الزاويه دي سي ان دي كده اها زاويه ثيتا. انا عايز ده، هاجي من نقطه البول اصلا ماشي، اهي من نقطه البول، تعال نعمل خط اتخن شويه نقطه البول، وهعمل كده بنفس الميل، الميل اللي هو هنا دي ثيتا، هلاقيني قطعت دايره مور هنا عند هذه النقطه، النقطه دي عندها الاف ثيتا والكيو ثيتا بتاعتي، ودي اللقطه الثانيه من لقطات دايره مور. طيب كاستراكشر، انت مش بترسم دايره مور عشان تحل تجيب اف ثيتا وكيو ثيتا، او عشان تجيب البرنسبل ستريس. برنسبل ستريس انت بتعوض في القانون بتاعه على طول، القانون بتاعه بسيط، القانون بتاع البرنسبل ستريسز هو A زائد B و A ناقص B، من الاخر اللي هم دول A زائد B و A ناقص B، ده F1 وده F2، فاللي هو يعني ولا حاجة، A زائد B و A ناقص B مش حاجة. ولو عايز حاجة بزاوية ففي قانون جنرال، ودكتور بقى مثلا مش بيحب يرخم في الحتة دي، لكن مهم قوي كده، دي هتفرق معانا جدا في حاجه زي السويل، هتفرق معانا ممكن قدام لو تعرضنا لحاجات ملحومه، هتفرق معانا لما الاسترس على او الفيلير بلين بتاعي ما يبقاش هوريزونتال ولا فيرتيكال، هيبدا بقى يبقى عندي فيلير بلين مايل. هنبدا نتكلم ده في فيديو تاني غير دون، هيبقى خلاص بقى كده كفايه استراكشر، تعال نخش السويل ماشي. الفكره من الفيديو التاني باختصار بشكل سريع عشان مثلا ايه لو انت لسه في اولى وعايز تعرف الكلام، الفكره ايه؟ الفكره ان انا عندي هنا مور سيركل، قالت لك كده يعني النقط اللي على الدايره بتمثل all possible combinations of normal and shear stresses، صح؟ يعني الاليمنت الموجود اللي انا عمال الف في امه ده عمره ما هيبقى عليه الاسترس دي، يعني النقطة اللي انا عملتها بالازرق او اللي عاملها بالاسود دي عمر ما هيبقى عليه القيمة دي، اللي هي انا هطلع دي كده كيو والقيمة دي كده اف، لان دي مش على الدايرة، هو هيبقى عليه بس القيم اللي على الدايرة ماشي. يبقى القيم اللي على الدايرة بتمثل لي كأنها هي all possible stress combinations on an element، يبقى ممكن اكتبها كده ان دي all possible stress combinations او combinations on an element at different inclined planes. هي فكرة ايه؟ ان مش horizontal و vertical، لا ده مايلين بزوايا وزوايا سيتا وحاجات صعبة خالص. حلو كده؟ طبعا السيتا دي غير السيتا دي اللي انا مسحتها، يعني عايز اقولك ان دي حاجة ودي حاجة، كنت بشرح هنا حتة وهنا حتة، دي سيتا وان يعني مزعنش وطفر. المهم ان عند كل سيتا من دول هتلاقي ان ليها نقطة، كل سيتا من دول هتلاقي ان ليها نقطة. حلو كده؟ ماشي. طيب الفكرة بقى في السويل ايه؟ دي كده طول كده يعني كأنها أداة من أدواتك موجودة معاك في التول بوكس بتاعك، إن أنا معايا دايرة، الدايرة دي بتقول لي كل الحاجات المحتملة أو كل الإجهاتات المحتملة أو كل مجموعات الإجهاد المحتملة، تمام؟ اللي هو two pairs، تمام؟ all possible stress pairs ماشي؟ اللي ممكن تحصل على element. عندي أداة تانية بقى في السويل بتقول لي كل البيرز المحتملة للفيلير، تمام؟ حاجة تانية غير الدايرة دي، حاجة تانية خالص بتقول لي ان كل نقطة عليها زي ما كل نقطة على الدايرة بتمثل لي ستريس ممكن يكون موجود او ستريس موجود على الاليمنت بس مايل بزاوية، فانا عندي حاجة تانية في السويل كل نقطة عليها بتقول لي لو انت حملت بالاسترس ده هيحصل فيلير،
خدت بالك؟ يعني سي ان انا عندي خط مستقيم مثلا، لو حملت بالستريس ده هيحصل فيلير، لو ده فيلير، لو ده فيلير اي ستريس واخد بالك على الخط ده، لو انت وصلت له النورمال والشير، يعني لان ده ستريس كومباينيشن مش ستريس واحد، لو انت حملت بالنورمال والشير دون هيحصل فيلير. حلو كده؟ اي نورمال وشير من الحاجات الموجوده على الخط دون هيحصل فيلير. هقوم عامل ايه انا بقى؟ الفكره ان انا هشوف تقاطع الاثنين دول فين او بيتمسوا فين. هي دي الفكره بقى ايه من الدرس اللي هيبقى في السويل، مش عايز ازود فيها قوي هنا لاني هتكلم عليها في فيديو لوحده بس كده خلاص.